هنالك سؤال آخر من كفل إبراهيم، يقول أغلب الدكاترة النفسيين يعطوك أدوية لا علاقة لها بمرضك، وهم من يتسبب بأمراض أخرى نفسية. طبعا أخي العزيز، لا لا، يعني لا، هذا غير صحيح والله. أي والله، لا، هذا الكلام طبعا غير صحيح. الأطباء يعني لما يوصفوا لك يعني دواء، هدفهم هو علاجك، لا يعني مو هدفهم أنه يسوون عندك مرض آخر.